ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا إياد، أنا اليوم رحت على السفارة وقدمت على الفيزا. إياد، أنا اليوم رحت على السفارة وقدمت على الفيزا، لما رجعت اندمت لأني فكرت كتير منيح وقررت إنه أنا وياك لازم نبعد عن بعضنا نهائيا. أنا عم بتعذب كتير ولازم أرتاح. الله يوفقك مع جنو، جرب تنسيني مثل ما أنا رح جرب انساك. Thank you.
ساعدني بابا. بتتركه وقررت اني اتركه، بس انا كتير تعيفة قدامه. بدي اياك انك تساعدني، بعمل معروف ساعدني. ما تخافي حبيبتي، انا على طول حدك رح ساعدك. ما تخافي مرحلة وبتقطع. سامحني على كل كلمة مش قلت لك اياها. انت كمان سامحيني بنتي، قلت لك اشياء كثير بشعة ما بتسمعك ابدا. انت اللي لازم تسامحيني. الليلة؟ لا يا باشا، كله جاهز، كله تمام، وزميلي معايا كل حاجة. حاضر يا باشا، حاضر. طب حضرتك تحب نتقابل الساعة كام؟ على 11؟ ماشي يا باشا. لا كله هيبقى جاهز إن شاء الله، ماشي. مع السلامة. هون ولك يا فادي خلص روق. حطيهم هون. ولك متزكزك. خلص اعطيني اياها هديك. طلع مش شعر هديك هو. طب قوم يا حبيبي بطل هبل وسيب شعرها احسن يطلع في ايدك. عندنا شغل. شو بيك نبيل؟ شو في؟ دقت ساعة الصفر خلاص، والنهارده التنفيذ. انتوا متنحين انتوا الاثنين كده ليه؟ انتوا المفروض تتبسطوا. الله يستر. الله يستر. بقيت تخاف على نفسك يا حلوة دلوقتي وتقول الله يستر؟ لا هيستر. بس قوم انت الأول استر على نفسك وقوم عشان تشتغل. نو ليش ما فهمت؟ عشان ما بيثقوش في أي حد. قوم وبطل أسئلة بقى. فادي هروب، ما تقوم بالعملية، أنا خايفين عليك تموت. ما تخافي، عندي سوابق مع الموت، بسعني بسبعة أرواح. أمي انتبه لا توقع. انتبهي وحاجة تحوصي. أنا رايحة على الدكان لعند الشباب أخذت لهم قهوة. إيه سلمي عليهم. الله يسلمك. جيب لك معي شي؟ ما بدي شي. تذكري قبل ما اروح. لا خلص ما بدي شي ولا عيي. بس هيك. شو عمتي؟ رايحة لعند جمال وزهرة ولا لا؟ لسه ما رجعوا من المستشفى، شو بدك يعني؟ روح وقف قدام الباب، البيت مسكر. ومين قال لك لسه ما رجعوا؟ ومين قال لك انه رجعوا؟ طيب، لكان انا رايح راقب بيتهم، وأول ما يجوا بيجيب خبرك. لا الله يرضى على اسمك. روح على الدكان لعند ابوك وعمك واشتغل معهم، يلا. المراقبة ما بتخليك تحصل على زهرة، الشغل والوظيفة والمصاري هن اللي بيخلوك تحصل عليها، يلا ولا روح. لك روح. خد ربي هالكسم. عامل لي حاله فنان. فنان. لك عدي تيتي تقبريني. تقبريني عدي. تقبريني عدي. ما احلى هالشعرات. على الروزانة. على الروزانة. يلا. جميل جمال مالوش مثال. عن جد حياتي انتبه لحالك. انت كمان زوزو بدي اوصيكي. انتبهي على حالك. اكيد. اوبا. خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي هبل. اخلص. يلا يا عم الحبيب خلصنا. خاطرك سوزو. خليني أظهر معك. ما
بشكرك يا أخي على التجربة الحلوة، تجربة الأوتيل تبع الخمس نجوم ماني مجربها ولا مرة، جاكوزي وقصص وما في شي موجود ما استفدت منه. والله حلوة حياة الفخفخة أخي، مبسوط إني جربتها قبل ما فل. هيك إذا متت بكون على القليلة قعدت شي مرة بأوتيل خمس نجوم. بحبك كتير وبعرف إنك خايف علي، ممنونك على كل شي عملت لي إياه وعلى المصاري اللي أعطيتني إياه. الله يوفقني لرد لك إياهن أضعاف، وما بدي وصيك على أمي وأبي والكل. بحبك وبحب سوريا وكل ذكرياتنا الحلوة. أخوك يزن. I'll be back. كيف سي أبي الدكتور؟ أنت وصلت لهون ورامي فار؟ أنت مش مستحية من يلي عملتيه؟ ليش بدي استحي؟ إنه عادي I slept with him، إنه نمت معه لأنه بحبه وهو بحبني. هون بالجامعة في قوانين ظالمة ظلمتنا أنا وياه. رح أعتبر إنك عم تجربي تقنعيني بيلي عم تقوليه، بس أنت رح تقدري تقنعي حالك وأنت عارفة كل هيدا الشيء كذب بكذب. إنه ليش بدي كذب؟ ما عم بفهم يعني. أنت غيرانة مني لأنه هو بحبني وما بحبك، مش هيك؟ بتعرفي شو؟ أنت بنت بحاجة لمساعدة. أنت بنت مضطربة وبحاجة لمساعدة. عشان هيك ما رح أزعل منك ولا رح أيد عليك. امبارح ضليت عنده للصبح، قضينا كل الليل سوا لبين ما كنا جا وقت المطار. كانت ليلة بتعقد. اسكتي، ما بيهمني أبدا اسمع هيك حكي. أنت مش مصدقتيني مش هيك؟ إذا بدك بروف في قلك مثلا إنه خبرني عن خيو يلي بده يسافر بالبحر وهو خايف عليه، وقال لي كمان إنه هلا رح يروح على بيروت بيشوف شو بده يعمل وبيطمن على خيو وبيرجع بعدين بيجي لهون بيشوف شو بده يعمل بغراضه وببيته. يمكن أنا كمان روح لعنده وبكمل مدرسه ببيروت، وأصلا صرنا مغرومين ببعض ما بقى فينا نفترق. سالي، أنا مرتبطة وما بحبه لرامي. رامي صديقي ومثل خيي وبس. لكن ليش عم تتدخلي بيناتنا إذا مثل خيك وبس؟ لأني بخاف على خيي وصديقي من بنت مضطربة مثلك. حلي عنه لرامي، بكفي خسرتيه شغله وحياته. انتبهي، رامي ممكن يأذيكي. صحيح بيطول باله كتير بس بالآخر بينتقم. عم تفهمي؟ بتعملي هلا؟ يوم جمعة. تعال. ساعدك. لا تساعديني، ديري بالك على حالك انت، بدي اياك تتغذي منيح مشان ريم صغيره جديده. محمود، عن جد اذا اجتك بنت بدك تسميها ريم؟ وليش مستغرب؟ اسم ريم لازم يضل ببيتنا، عم تفهم؟ بخاطركم. تعي لقلك، خدي هي الك، وهي لريم الصغيره. سمي لي عمتي. على عيني. مرحبا. يا اهلا وسهلا، نورت. هلا يا مجد، طمني، ان شاء الله طلعت زهره من المستشفى؟ لبعد بكره. كله خير بابا، كله خير. مرحبا. يا اهلا وسهلا، تفضلي شرفي. عندك بندوره؟ طبعا عندي. نضاف؟ شوفي لي هلا. بدي اقول لك شغله. فكره مهمه. صدقني اذا زهره من نصيبك رح تاخذها غصبا عن الدنيا كلها.
بس انت لازم تكون قوي وتشكي وتبكي وتنزوي مثل البلاد الصغار. Très bien. Dégagez de côté. Révérence. Pique. Révérence. Merci. Bravo les filles. Bravo Vanette. Tu connais la rafie. شوفي في شيء جاي لعندي لهون؟ ما تواخذيني بس خطك كان مسكر وما عرفت شو بدي اعمل، جيت لهون. شو في اعمل لساعدك؟ دينا انا كثير متضايق كثير، راسي رح يبش، حس رح كسر حالي. بدي اياكي تسمعيني، بدي احكي معك. راسي رح ينفجر وسام، عن جد ما لي خلق على شيء. بليز دينا بليز، مثل اثنين اصحاب، مش عم بطلب منك ترجعي لي، ما بدي شيء منك. نروح نحكي على رواق بشي محل، أصلاً جوعانة وبدي أكل. خليني بس فوت جهز حالي. تينا شو صار لك؟ شو صار لك فجأة؟ ما عم بفهم عليكي. أنا سألت رفيقي بالسفارة وقال لي إنه أنت نزلتي وقدمتي على الفيزا، بعدين فجأة مدري شو صار لك؟ لا بقى رديتي علي وصرتي بدك تتركي، حتى مسجاتي عم تسمعيهم وما عم بتردي، أنا شايف إنك عم تسمعيهم. بليز ردي علي بس تسمعي هي، نحن مالنا أولاد صغار. هيدا اياد، كل الضياع بيبعت لي فويس مسج مش عم بيوقف يدق لي، مشان هيك مسكره خطي بسببه. وبعدك بتقلي انه هو وجنى رح يرجعوا لبعضهم ويكفوا حياتهم عادي، وانه نحن اختربنا من وراهم. هيدا اياد ولا ممكن. اياد فل ورح يرجع لجنى، قال انه كانت نزوه وخلصت. انا ما بكذب وسام. انا ما عم بقول انك بتكذبي، بس يمكن انت متضايقه وحاسه انه كل شيء طلع براسك، مع انه بالحقيقه طلع براسي وبراسك. هيك قولك؟ اوكي، تكي نسمع انا وياك. تينا شو صار لك؟ شو صار لك فجأة؟ ما عم بفهم عليكي. أنا سألت رفيقي بالسفارة وقال لي إنه أنتِ نزلتي وقدمتي على الفيزا، بعدين فجأة مدري شو صار لك؟ لا بقى رديتي علي وصرتي بدك تتركي، حتى مسجاتي عم تسمعيهم وما عم بتردي، انا شايف انك عم تسمعيهم. بليز ردي علي بس تسمعي هي، نحن مالنا اولاد صغار. شو؟ هيدا معتبرني نزوه بده يرجع لعن جنى ويعمل عائله معه ويكفي حياته هونيك؟ عشان تضحكوا على حالكم وسام. اياد مغروم فيي، مش قادر بسهوله ابدا يطلع مني، بعدين ما قبل يفل من هون الا ما اوعده انه انا رح اروح لعنده. وانت رح تروح لعنده؟ اكيد لا، انا خلص بدي اخلص منه ومن حبي له. بعدين انا مني جنى، انا مني مثل امي، انا ما فيي سامح رجال خانني مره، لانه اللي بيعملها مره بيعملها كل مره. غريب، ما زلت بتعرف قد ايه الخيانة بتوجع. ليه ما شفقت علي لما خنتيني؟ ليه ما شفقت على جنى؟ ليه عملتي فينا وبحالك هيك؟ ما عندي جواب على سؤالك وسام. لو كان عندي ما كنت عملت اللي عملته. بعرف انك زعلان مني كثير هلا، بس بتمنى انه يجي شي نهار وتقدر تسامحني وما تكرهني. هلا جنى مخدوعة اكثر من لما كانت هون. شو رايك انت؟ سمعت بدينتك؟
بس هي ما حتصدق لما تسمع من عينتها. لا لا لا، أنا من هالقد واطية لأقدر أبعت لها الفويس مسج هيك بهالسهولة. فينا نطلب الحساب بليز؟ قلت لك رح أرجع يا زوزو. شكله الله ما بده إياني هلا. أكيد يا حبيبي. أكيد ما بده إياك هلا. حبيبي أنت. ما بده إياك هلا لأنه أنا بحاجة لإلك. بس يا قلبي من وقت ما رجعت ما خبرتني شيء، كل شيء زبط؟ كل شيء زبط. وهلا نبيل أخذ المصريات وراحت الجميع. يعني أنت ونبيل رح يصير معكم 100,000 دولارات؟ مش هالقد يا زوزو. نبيل كذب علي كرمال نفذ العملية. بس معلش، رح يطلع لي قرشين نفل فيهم من هون. شو يعني رح تروح وما بقى رح شوفك؟ شو هالحكي؟ انت رح تروحي معي؟ عن جد ولا عم تمزح؟ عم بحكي جد. طب يلا قوم غسل وشك وانا رح اعمل ركوة قهوة ونشربها سوا. يلا حبيبي. زوزو. طيب ماشي اوكي. صحيح، شو بدي اسالك؟ سيارة جنى اللي رجعتها بعدها موجودة؟ بعدها مثل ما ردتها امبارح، حتى ما عملوا لها صيانة ولا غسلوها بعد. كثير منيح، معناتها أنا بدي إياها مثل ما هي، بدون صيانة بدون غسيل، أوكي؟ أوكي تكرم، بشوف لك وين صفينا. شكرا. طلبتك أكثر من 40 مرة، ليه ما عم ترد؟ أنا هلا عم بستأجر نفس السيارة اللي كانت معك، وهن بعدهم ما غسلوها لهلا. يعني أنت لساتك موجودة فيها. ريحتك، ضحكتك، دموعك، كلك على بعضك. أنت ليه ما عملت شاعر؟ عملت شاعر؟ وكيف بالله الواحد بيعمل شاعر؟ ما هو يا بيكون شاعر يا إما مش شاعر. معك حق. فإذاً أنت شاعر. أنا بهاللحظة شاعر بالرعب وبالخوف وبالقرف. خايف كثير على أخي يزن. ما عم بقدر أعرف عنه شيء. طيب ما بتعرف حدا من أصحابه ممكن يساعدك؟ قدرت دبر رقم هذا الشخص اللي بيسفر الناس هون بالسر، حكيت معه ووعدته بدي أشوفه، ورح آخذ معي حدا من الشرطة مركبين قطب الجن المشهود. خي خي خي، هيدي خبرية حلوة. وأخيراً عملنا شيء بيعجبك. طيب أنا رح روح استلم السيارة وبرجع بخبرك وبطمنك، اوكي؟ طيب، انتبه على حالك. لك انت وينك تينا؟ بدك تقتليني؟ انت بدك تجنينيني؟ يعني ما عم بفهم. انا عم بعمل هيك لانه بدي انه ما حدا منا يقتل التاني. لك انت شو صار لك؟ فهميني شو صار لك؟ مين اللي قبلك بعقلك؟ مو نزلتي على السفاره وكان كل شيء منيح وبدك تيجي لهون؟ ليش هيك فجاه صرتي بدك تتركي؟ ما عم بفهم. مش انا اللي بدي، انت اللي بدك نفترق. انا؟ لك انت متاكده من هذا اللي عم تقوليه؟ ما عم تسمعي الفويس مسج اللي عم بعت لك اياه وانا عم بترجاكي لحتى تردي علي؟ ما بيهمني اللي عم بتقوله، بهمني اللي عم تعمله اياد. لك ليش انا شو عم بعمل؟ شو عم بعمل؟ ما عم بفهم. انت مو شايفه انا شو عم بعمل؟ مو قلت لك انا رح انهي كل شيء بس شوي شوي؟ مش رح تنهي شيء اياد، انا اكيد انك مش رح تنهي شيء، مش رح تقدر تطلع من جنى اصلا، ساعه بتخاف من زينه، ساعه بتخاف من جنى. ليش بدي اروح لعندك بالمخفي انا؟ خبرني ليش؟ انا ماني مره مجوزه وخايفه اخون جوزي ولا عندي اولاد، خايفه اروح لعندك بالسر وبالمخفي. انا بنت وصغيره وحره وفنانه.
ضميري مرتاح، عقلاتي منفتحين. ليش كل ما اكون معك بتضلني حاسه بالذنب؟ لانه صادفت انه انا وياكي حبينا بعض وانا كنت مرتبط، يعني انت ما فينك تلوميني على شيء انا عامله قبلك. وانا كمان مرتبطه وتركت كل شيء كرمالك، وبسرعه كمان سددت كل شيء ورا ظهري كرمال عيونك. عم ضلني اتخانق مع الماما، عم نتخانق انا والماما والبابا كثير. حتى البابا شحطني وقال لي كلام مأذي وبشع كثير، بس رجع اعتذر مني لاني قلت له ووعدته اني ما بقى رح اشوفك ولا رح احكي معك بحياتي. ما عندك شي تقوله ما هيك؟ ما عندك شي تقوله لانك مش رح تتركها لجنى، لانك مش مستعد انك تتركها بعد لجنى، لانك بتحبها. مش رح تطلع منها ما هيك؟ تينا، تينا انا بحبك، انا ما فيني اعيش بعيد عنك. فاذا هيدي صارت مشكلتك وانت لازم تحلها. مش عم بتفكر تتجوزنا اتنيناتنا ما هيك استاذيات؟ مش عم بتفكر ضلني عشيقتك بالمخفي كل العمر ما هيك؟ انا قبل ما اتعرف عليك كنت بنت مبسوطة، كل هم أنا تبرم تسافر وتتعلم. الحياة اللي أنت رسمت لي إياها ما بتشبهني أبدا. يا أنا على رأس السطح يا ما بدي. حضرتك الأستاذ هادي؟ إيه نعم. أنا رامي اللي حكيت معك على التليفون مشان السفرة. أهلاً أهلاً أهلاً. أهلاً وسهلاً. تفضلوا. الأخ محمود صديق، في عنده عيلة كمان وبدنا نسفرها، نطلع كلياتنا سوا، شو ما كلفتنا إحنا جاهزين. مع باسبورات مزورة أو بلا باسبورات؟ لا مع باسبورات، بدنا كل شيء، كل شيء فيك تعمله. بس يا صاحبي هيدي القصة رح تكلف شوي زيادة. ما بيأثر، اللي بدك إياه نحن جاهزين، أنا قلت لك. ماشي. كم شخص أنتو؟ يعني في أنا وعيلتي 4 أشخاص، محمود وعيلته 6 أشخاص، في كمان إلي صديق في عنده شيء 12 شخص، يعني بدك تقول كلياتنا 22 شخص تقريبا. اسم الله، رحلة خاصة يعني. نحن مشان هيك بدنا إياك تهتم فينا. لك على راسي والله. رح خبركم كيف تصير القصة، قديش بتكلف وشو بدها وقت. ماشي؟ أكيد ماشي طبعاً. تفضل. رح أسيب لكم على الورقة والقلم. هي أنا ما بحب يوجعني راسي ويوم من الأيام تقولوا إنه هادي حرامي. لا ولو حشاك. قلت لي يا سيدنا عندك 4 أشخاص كبار، 3 أولاد صغار، صحيح؟ 3 أولاد. يلا حياتي انا رح اقعد هون على البنك. اوكي اوكي. انت روحي العبي بس ما تبعدي، بدي ضل شايفتك. اوكي دادي. اي ساعه جايه؟ ربع ساعه بيطلع من البنك وبيجي بيلاقينا. اوكي. نعيماً يا حلو، منيح اللي عم تقص ضفيرك بهالوقت، لأنه بيقولوا بالليل في النحس. شجكات الحلوة حبيتها؟ بدك سكر؟ شوفي
تكلمش معايا في أي حاجة دلوقتي عشان عندي مشاكل كتير ومش ناقص وجع دماغ. مشاكل؟ مشاكل؟ مشاكل مثل شو؟ أنا شريكك قلي شو في؟ الناس لما رحت لهم ما ادونيش ولا مليم واشترطوا عليا إنهم مش هيدوني فلوس العملية القديمة لما نعمل عملية جديدة الأول. شو هالحكاية ده؟ زي ما بقول لك كده. $3,000 أدي ألف علشانك و2000 علشان. امسك. وقعت كذاب وحرامي انت عم تسرقني! انت من هيك اجتمعت مع جماعة بدوني وقلت لي ارجع البيت! ابعد عني الوقت عشان ما تعصب. اعطيني مصرياتي ولا مبسوط فاهم؟ فادي روق! صدقني هيدوك الفلوس بتاعتك بعد ما اخلص العملية دي. ودلوقتي بقى غرب من وشي وروح ابسط مع زوزو! انا رايح اشيش وراجع تاني. وانا اقول لك ما انتحر الله ما كان ياخدني. فادي عم بقول ليش؟ روق كرمال اقتله الليله رح اقتله زوزو بدي اقتله وقتله لحالي الليله. حياتي روق بدي اقتله وقتله لحالي الليله. هيدا يا سيدنا الإكرام تكلفة الأشخاص الكبار مع الباسبورات مع كل شيء. حلو. وتكلفة الأولاد تحت 7 سنين. تمام. كتير منيح. وقف لفوق! وقف إيدك لفوق! أخي وين ولا؟ اللي شو عملتوا فيه؟ قول! إيه أنا هون هون مثل العادة، إيه وين أنت على كرسي؟ إيه شفتك شفتك ليكك. هاي حبيبي. هاي كيفك؟ منيحة. شو وين زينة؟ بتلعب هونيك. يلا شو كنت عم بحلم شوفها هون بهي اللحظة هيك ترجع تعيش بأمان وسلام بعيد عن كل المشاكل اللي هنيك. عن جد كان كابوس بس من شوي كانت عم تقلي انها مشتاقة لهونيك. مشتاقة لأهلك وللصغار. حتى قالت لي انها مشتاقة لتينا. جربت تحكيها بس كان خطها مسكر. يا عادي حبيبي. هن الأولاد بيحبوا الحياة بلبنان لأنه ما فيها ضوابط، ما في شيء ممنوع. بس هي الحقيقة غير هيك تمام. الحقيقة إنه الحياة هنيك خطرة كتير عليهم مو بس بلبنان بكل المناطق اللي هنيك. انتي شو بك؟ في شي؟ بدي أعمل عائلة إياد. بدي نتجوز ونعمل عائلة ونجيب ولاد. أنا تعذبت كتير بحياتي. حقي إني أستقر وعيش مبسوطة. إذا حاسس إنه هالخطوة كتير كبيرة عليك بليز قلي. أنا حقي ساعتها أشوف حياتي مع رجال غيرك. أنا ما بقى فيي يكون معك ما كنا من قبل خاصة من بعد كل شيء صار ببيروت. جنى أنا بليز ما تجاوبني هلا. فكر منيح لبكرة وبكرة قلي شو قررت. Thank you.
الو. اهلين عيني، مين معي؟ انا زوزو. صراحة جبت رقمك من تليفون فادي. ابنك فادي عندي بالبيت. شو؟ وينو ابني؟ انت وين؟ ابني بوشي؟ ابنك بخطر، في ناس زعران بدهم يقتلوه، فعم تلفلكم انت تجوا تاخدوا لعندكم على البيت. دخيلك دخيلك، اعطيني عنوانك ولا قلك اعطيه لبيو، هو بيعرف بالطرقات. خد خد احكي مع زوزو. زوزو خد منا العنوان. زوزو مين زوزو؟ دخيلكم. الو. ايه زوزو. طيب حبيبتي، لأنك صرتي أحسن أنا غرق، صار فيي روح على البيت وتركك تنامي. بكرة رح أجي خلص الوراق وبنرجع سوا اتنيناتنا على البيت. أمي احكي كلمة، قولي كلمة. خلص يا جمال، تركيها ترتاح، بكرة بتصير أحسن، ما كل الممرضات هون سهرانين عليها. عمو، إذا عشت شي بدك شي دقي لهم حبيبتي. يلا قومي يا جمال قومي. طبري يا لأمي خوفتيني عليك يا حبيبتي. ليش عملتي هيك؟ والله جنيت بدونك والله. فضل موت وما اتجوز حدا غيرك. وحياتك عندي، وحياتك عندي لاتجوز انا وياكي. بس اسمعي، انت خليكي هيك، ما تحكي مع حدا وما تعملي شيء، وساعتها اللي بده يتجوزك ببطل يتجوزك. وانا رح اشتغل مع عمي وابي بالدكان، هيك بطلع مصروف وبيقبلوا فيني اهلك. ما تتركني مجد، ما تتركني. ما رح أتركك والله، والله ما رح أتركك والله. تقبشي قلبه لأنا إيه؟ لا أنا كمان. لك دخيلة للدموع، أنا دخيلة دخيلة. شو؟ آسف. طب اسمعي، شو رأيك أعمل لك أبو هيثم؟ تحكي بالأول؟ أبو هيثم من غمزة بوقع خمسة، وكان بيحب واحدة شو اسمها؟ اسمها زهرة. وشو كان بده؟ هلا اليوم كنت عم فكر بشي غريب بس حلو رح تحبوه. هيك لنشوف، خبرنا. كنت عم فكر اسحب تعويضي كله واطلع تقعد قبل بكم سنة ونروح تلتتنا عشي بلد نعمل سياحة. بتحكي عن جد نديم؟ أكيد. وهيك بصير في حقيقة حلمتينا تروح تتخصص سنة بشي بلد هي بتحبه، إنه تكفي رقص وهيك قصص يعني. لك شو حلو. شو تينا ماما؟ شو تينا؟ تينا ماما شو بك؟ تينا حبيبتي. حبيبتي ردي علي ماما. بابا تينا خلص. تينا خلص خلص خلص. تينا حبيبتي. Thank you.
حالي ونسي الندم يا ريت ترجع دموعي تضم ونسي الألم يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا كسر قلبي مثل الأيام صاب العمى قلبي ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته مثل الأيام أنا وأنت بقلبك محلي وجوه قلبي أنت وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك يا ريتني يا ريتني كنت بوقتها اختفي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي